نسمع رأي اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب، نعدل الدستور ولا لا سيادة اللواء؟ تبقى لاحتياج الأمة، الأمة إذا أجمعت من خلال نوابها على احتياج ضروري وفاعل لتعديل الدستور فده يصبح ضرورة. عايزين نشتغل في نهج مظبوط ومحترم. احنا دولة بنعمل بنهج ديمقراطي من خلال دستور ارتضيناه لأنفسنا. إذا كان نواب الشعب ومن خلال إرادة الشعب هم عايزين تعديل، يطرح هذا التعديل للتصويت أو يطرح مبدأ التعديل للتصويت، ثم يقرر أن هناك تعديل، ثم يبدأ هذا التعديل بلجنة التشريعات شغل في صياغته، يعرض على المجلس ككل يتخذ الأصوات عليه ثم يأخذ. على فكرة تعديل الدستور مش أمر مش صعب، ولكن له إجراءات يجب أن تحترم، منها أن هناك يجب أن هناك تصويت على هذا التعديل. خدوا بالكم احنا مش كفاية ان احنا كمجلس نواب نوافق بس، ده لازم يطرح هذا التعديل على الشعب كمان عشان يوافق عليه. فعايز اقول ان الموضوع مش سهل ولا بسيط. الدستور بتاعنا دلوقتي بقى محكم من اتجاهات كثيرة، وبالتالي يجب ان نحترم هذا الدستور، وفي اجراءاتنا نعظم قيم ارادة الامة اللي هي جابتنا عشان يبقى نواب في هذا المجلس. طيب انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة النائب اللواء حمدي بخيت، شكرا جزيلا لحضرتك.